اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري كالعاده، يوم الاثنين من كل اسبوع بتبقى اكلاتنا من المطبخ المصري. من نعم ربنا على الانسان كل حاجه سواسيه في الارض من ناحيه الماتيريال بتاعنا، اذا احنا بنستخدم بتنجان طماطم بصل الماتيريال العادي اللي موجود، ولكن اللي بياخدنا من مطبخ لمطبخ هي لغه الانسان في المطبخ. يعني ايه؟ توابل ومشتقاتها. المطبخ المصري معروف عنه التحبيشه بتاعت التوابل، والدليل على كده طبق الكشري العالم كله بيتكلم بيه، شويه ملوخيه بالارانب حكايه، ما تنسيش طبعا الحواوشي بتاعنا الجميل الحلو، الناس بتقلدنا بره، ممكن يكون في شويه تفاصيل ولكن الطعم المصري لا طبعا لا يقارن بشيء. النهارده معانا صينيه بطاطس بالفراخ. سوري باللحمه. كلنا بنعمل صواني البطاطس باللحمه بطرق مختلفه. انا هعملها النهارده بطريقتي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. توابلنا هي هيها، كمون، كزبره، مستكه، حبان، الحاجات اللي احنا متفقين عليها، ولكن طريقه التنفيذ نفسها هتبقى طريقه بسيطه وسهله تقدر كل ام تعملها. معانا البتنجان الجميل الحلو ده، ابو قلب ابيض زي الشيف، احنا الاثنين لابسين زي بعض. حلو يا شفيق؟ البتنجان ده هنعمله مع بعض النهارده. بابا غنوج هنشوف نعمله ازاي بطريقه لطيفه وبسيطه. الزبادي والطحينه الاثنين ينسجموا مع بعض، يبقى ماسك نفسه كده ويفتح الشهيه على السفره بتاعتنا. معانا طبق النهارده معروف في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبير ومن على الكورنيش، الرز المعمر. يا رب هنعرف نعمله زيكم ولا لا، زي امهاتنا بالتاكيد لا، يعني دي مش عايزه نقاش. انا بعمل حاجات متفقين ان هي واخده الطابع المصري ببقى مخضوض، فالرز المعمر النهارده هجتهد واعمله بالقشطه والسمنه البلدي، مفيش كلام طبعا. ولكن النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس كالعاده على شاشه القناه الاولى، كيكه بالجزر. كلنا بنعملها يا مغازي، ايه الجديد؟ النهارده كيكه بالجزر، هتشرب شربات المستكه. في شربات مستكه يا شيف؟ الكلام ده هنشوفه في التفاصيل ان شاء الله. برام رز معمر. عشان نعمل للامانه برام رز معمر احنا محتاجين من الوقت على الهواء ساعه ونص. تحضير مثلا نقول 10 15 دقيقه، ومحتاج يتحط في الفرن لمده ساعه كامله. عشان احنا بنحبكم هو جاهز معانا، احنا عاملينه. المصداقية والشفافية شعارنا على شاشة القناة الأولى للأمانة. هنقول ده عمل ناس ازاي؟ أنا بعمل حاجة مسبقا بشرح اتعملت ازاي. صلى على الحبيب قلبك يطيب. أستاذة رحاب نشوف المقادير على الشاشة بعد إذنك. رز مصري، لازم رز مصري، ومعانا حليب كامل الدسم، معلقتين سمنة بلدي حلوين من اللي قلبك يحبها، جاية لك هدية مع حماتك نهاية الأسبوع. رشة ملح صغيرة وشوية ملح، ولو حطيت شويه فلفل اسود كده انت حابه الجو ده عشان يفكرك بالرز المعمر ماشي، ده اسمه برام رز. التفاصيل هنا، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الطبق بيتكلم مصري. ده بنحط الحليب، انا دايما بحب الحليب يغلى على النار، طبعا انتوا بتعملوه احسن مني. والرز بتاعنا يتغسل، وبعد ما يتغسل يبقى عندنا بالشكل ده كده جاهز، يعني لازم يتغسل ويتركن شويه، وبعدين نحطه في البرام مع حته سمنه بلدي حلوه، البرام يسخن في الفرن، وبعدين نحط عليه الحليب وندخله ونسيبه بقى يطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى لطيف وجميل. ده قبل وده بعد، بس ده من غير الحليب والسمنه البلدي اللي جايه لك هديه وحطها في الثلاجه، لما ماما تيجي طلعيها طلعيها وما تبخليش على الولاد، واعملي شويه رز برام معمر زي الفل. رؤيا فن ابداع النهارده من قلب المطبخ المصري، ولكن بمدرسه المغازي ومدرسه امهاتنا اللي بنقبل ايديهم واياديهم. وفي الايام المفترجه عايزين دعواتكم، وعيد الاضحى المبارك لنا مفاجآت باذن الله. رؤيا وفن وابداع يا عم الشيف من مس بيرو.